ساك شباب، زي ما شايفين عندكم في البنك راوند، طبعا دي عمليات بحث الرائجة اللي بيبحث عنها حاليا. النهاردة هنتعرف ايه هو جوجل شورت سيرش. طبعا اول حاجة جوجل شورت سيرش ده عمليات بحث الرائجة او اللي بتبحث عليها او بيتم بحث عليها في الوقت الحالي اللي بقدم فيه الفيديو. فدي مميزاتها كتيرة. اول ميزة ان انت بتعرف الاشخاص بيبحثوا عن ايه دلوقتي او في الوقت الفعال، فده مفيد ان انت ممكن تعمل فيديوهات تجيب مشاهدات حتى لو عندك صفر مشتركين. تمام يا شباب، اروح اعمل نشرح على الكمبيوتر. بنخش في البحث ونكتب جوجل هوت سيرش، نفس المقوله دي. بعد كده بندوس على كلمه بحث، فبيظهر لنا اول كلمه بندوس على كلمه هوت سيرش جوجل ترند، فده اللي بيبحثوا عنه في الوقت الحالي. ده كل المناطق، فبنحدد ايه الحجم، حجم العرض نفسه، يعني كده عايز يظهر كده بس تشوف كل اللي بيبحث عنه في وقت حالي. وهنا بندوس على كلمة كل المناطق ونختار الدولة اللي احنا عايزين نعرف الترند بتاعها بيحصل ايه دلوقتي، فبندوس مصر. فده في الوقت الحالي اللي بيبحث عنه في مصر، بسمة وهبة واحمد حسن وتشيلسي ومروة محمد ومسلسل لولو 25 وحاجات دي كلها. فانت لو محتواك ترند او محتواك عايز تجيب مشاهدات من غير لو عندك صفر مشتركين، فانت ممكن تتكلم في حاجات اللي بيبحثوا عليها، زي مثلا في الكورة بيبحثوا عنها طلعة الدش والفنانة مروة وبسمة وهبة. مش شرط مصر، فاحنا لو حولنا الدولة السعودية عايزين نعرف ترند السعودية او ترند اي بلد، اوروبا، امريكا، اي بلدان، عايزين نشوف اللي بيبحث عنه في الوقت الفعالي او النهاردة عامة، ايه الترند اللي حصل في البلد دي. فلو دخلنا على كل المناطق وغيرنا مصر وخليناها الولايات المتحدة او خليناها المملكة العربية السعودية، هنشوف الترند اللي حصل في السعودية في الوقت ده، وده الترند اللي حاصل في السعودية في الوقت ده. فنفس متشابه شوية بين مصر، مثلا مروة محمد، برشلونة والزمالك، ومصر والدنمارك. فلو دخلنا مثلا على كلمة بسمة وهبة، فهتلاقي كل ويب سايت والجرايد بنتكلم عنها. فانت لو عملت فيديو هتجيب مشاهدات حتى لو عندك صفر مشتركين، لو انت محتواك ترند او محتوى بتحب تجيب مشاهدات بدون تعب. فبعد كده نتوجه لشرح الموبايل. تابع شوية بشرح الموبايل، مع ان الموبايل مش محتاج شرح. عموم تخش على المتصفح، والمتصفح بتكتب نفس الكلام اللي على الكمبيوتر، جوجل هوت سيرش. تمام، ندوس بحث، فبندوس على هوت سيرش جوجل ترند، فبينزلك نفس عرض الكمبيوتر. لو انت ندوس على كلمة كل المناطق وتختار المنطقة اللي انت عايز تعرف فيها الترند بتاعك، مصر وليكن، فبيظهر لك مصر. تمام، عايز تشوف كله فبتحدد هنا الايقونات فيظهر لك عادي، يظهر لك بالشكل ده. عايز تعرض زي الكمبيوتر بدوس على التخيار دي، وبعد كده بدوس على الموقع الالكتروني المخصص للكمبيوتر، ففتح لك زي الكمبيوتر. اوكي يا شباب، كنت انتهت الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وشيله على طاقة تستفيد. وفي الاخير شكرا لكم.